تبعا للتقلبات الجوية بالولايات الشرقية المصحوبة بتساقط الثلوج، تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي على مستوى المناطق المعزولة بإقليم الناحية العسكرية الخامسة لفتح الطرق وفك العزلة على المواطنين، وذلك بتسخير آليات ومعدات ثقيلة لفتح العديد من المسالك والطرق المقطوعة، حيث قامت صباح اليوم بفك العزلة وفتح الطريق المؤدي إلى منطقة كفلكحل، مما سمح لمستعملي هذا الطريق بالمرور بصفة عادية. طبقا لأحكام التعليمات الصادرة عن السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتدخلات في مثل هذه الظروف، قمنا اليوم بإقحام مفرزتين تابعتين للقطاع العسكري قسنطينة، الأولى على المحور جبل الوحش، كف الكحل، كف عمار، المجابرية، زيغوت يوسف، والثانية على المحور بنباديس، بن يعقوب، منطقة الأبيار ومنطقة الفج، بغرض إزاحة الثلوج لفك العزلة على المواطنين ساكني هاته المشاتي.